أطلقت مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جامعة السويس قافلة طبية بحي فيصل بمحافظة السويس. شملت هذه القافلة 10 تخصصات طبية مختلفة للمواطنين للكشف والعلاج والمتابعة ضمن خطة لخدمات تقدمها المؤسسة بمحافظة السويس. البداية الأول بس بحب أشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الرائع اللي معمول في معانا في المؤسسة، ودايما الناس اللي هم الأكثر احتياجا يتوالى بيهم دائما وأبدا. يعني جوه السويس عندنا في السويس هنا في المؤسسة النهاردة في مستشفى أنس بن مالك قافلة طبية فيها 10 تخصصات مع جامعة السويس. طبعا بشكر السادة الدكاترة اللي جايين والمتطوعين النهاردة، مستهدفين بتاع حوالي 1000 مستفيد إن شاء الله بإذن الله. إحنا كجامعة وككلية طب بنقدم التخصصات المختلفة من أطباء، بنقدم الأدوية، حياة كريمة بتشارك معنا برضو بيجيبوا مجموعة من الأدوية، وبيشارك معنا جهات أخرى على أساس نقدم خدمة متكاملة مش بس خدمة طبية. يعني هتلاقوا في محو أمية، هتلاقوا في بعض برامج التثقيف الصحي للمواطنين، محافظة السويس ممثلة، هتلاقوا في وحدة السكان موجودة بيعملوا توعية للمواطنين. فدايما احنا في كل القوافل بالاشتراك مع حياة كريمة بتبقى منظومة متكاملة الحقيقة يعني، وده بيخلي القافلة دايما بتنجح، وده أقل شيء احنا نقدر نقدمه كجامعة السويس للمواطنين في السويس. بمناسبة الافتتاح النهاردة، في افتتاح 12 حضانة طبعا بيكون بأسعار مخفضة جدا جدا عن الخارج بتعليمات معالي الوزير المحافظ، وفي النهاردة طبعا قافلة طبية جميع التخصصات بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حياة كريمة. احنا النهاردة تحت تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في اطار القوافل الطبية اللي بتتم في مؤسسة حياة كريمة، النهاردة بنتواجد بحاجة جديدة جدا في مستشفى أنس بن مالك. مستشفى أنس بن مالك ديت من أقدم المستشفيات هنا في محافظة السويس، بس تم تطوير فيها الفترة الأخيرة، وإحنا قصدنا النهاردة إن إحنا نعمل أول قافلة طبية فيها. هي المستشفى هنا بتتعامل بأجور رمزية على المواطنين، لكن إحنا النهاردة نازلين بكل جميع التخصصات وجميع العلاج مجانا. إحنا دور مؤسسة حياة كريمة هنا بنساعد المواطنين في ترك الخدمة بتاعتهم، مش بس كده لا، إحنا لو في حاجة لقينا مثلا الدكاترة محاولينها محتاجة عملية أو محتاجة تدخل جراحي فوري، بنعمل لها يعني تحويل من المؤسسة على مستشفى جامعة السويس أو عين شمس. مشاركتي النهارده مع حياة كريمة للناس اللي هي فقراء وأيتام والناس اللي هي غير قادرة، على أساس يجوا يكشفوا بالمجان وأدوية بالمجان ليهم إن شاء الله. إحنا إن شاء الله جايين عشان خدمة أهلنا في مدينة السويس، قوافل الطبية مع مبادرة حياة كريمة لتوفير الخدمة الطبية لأهالينا وتوفير العلاج بالمكان، وإن شاء الله إحنا منتشرين في كل أرجاء أو أطراف مدينة السويس وكل القرى اللي حواليها عشان تقديم الخدمة الطبية اللائقة والمناسبة لخدمة أهلنا إن شاء الله في المدينة. حابة أشكر حياة كريمة وناس كويسين كلهم وناس محترمين، والمستشفى كويسة والشغل فيها كله ممتاز، وأنظف مستشفى على مستوى السويس إن شاء الله. أنا جاية أكشف مستشفى مجانا والعلاج مجانا والكشف مجانا، ومفرد لنا العلاج وفرد لنا كل حاجة. نشكر حياة كريمة على المبادرة الكريمة اللي قايمين بيها. معنا النهاردة 100 متطوع، بحكم أن أنا معايا فريق متطوعين، يعني 100 متطوع النهاردة بيشاركوا في الفعالية. متطوعين المحافظة وصلنا لحوالي 300 متطوع فعال.